هذا الأسبوع شاهد عودة النشاط مرة أخرى. النشاط اللي نخطط فيه أحجام تداولات بدينا نراها ترتفع، التذبذبات بدينا نراها ترتفع، ولكن الحمد لله التذبذبات كانت تصب في الشق الإيجابي. نجوم السوق طلت الأسبوع هذا كان عربتك بشكل أساسي، والمفاجأة اللي سمعناها في جلسة الأمس عن أخيراً إتمام صفقة انتقال الملكية لصالح أبار، فأبار اليوم هي أكبر مالك في شركة عربتك. هذا الخبر بنعرف إحنا من الصيف كنا عمالنا نستناه، كان هذا السبب الرئيسي في التذبذبات الكبيرة اللي كانت على سهم عربتك بالتحديد. فاليوم في عنا وضوح بالنسبة لمستقبل سهم عربتك.